اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده اليوم العالمي لتنظيم الاسره واللي بنحتفل بيه سنويا في 26 من سبتمبر من كل سنه. في الحقيقه مساله تنظيم الاسره ليها اهميه كبيره جدا، هو ملف شائك ومعقد وقديم، وبيكون ليه مردود باشكال مختلفه سواء على الاقتصاد والمرافق وصحه الاسره والتعليم وحاجات تانيه كتير. علشان كده احنا معانا النهارده ضيوفنا منى طلال زهني رئيسه الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر. اهلا بيكي، صباحك صباح الورد. وكمان ضيفتنا شيماء عادل المسؤول الوطني عن لجنه الصحه الانجابيه والايدز بجمعيات طلاب الطب في مصر. اهلا بيكي، صباحكم صباح الورد عليك. اول سؤال بقى، عايزين نعرف ايه هو الاتحاد الدولي لجمعيات الطب في مصر؟ مين حابب يشرح لنا؟ نعرف الناس. الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر ده اتحاد زي رابطه بتربط طلبه الطب على مستوى الجمهوريه. ده تم انشاؤه سنه 69، فاحنا بقى لنا اكتر من 50 سنه موجودين في مصر، ودلوقتي عندنا 28 فرع في كل كليات الطب المختلفه على مستوى الجمهوريه، بنغطي الجمهوريه كلها. دورنا الاساسي هو ان احنا ننمي مهارات طلبه الطب او نزود من كفاءه طالب الطب، ده من خلال ان احنا بنوفر له معلومات، بنوفر له مهارات بشكل مختلف، بنعرفه مشاكل المجتمع اللي هو عايش فيه، بنخلق لهم مساحه للتشبيك ما بين طلبه الطب في الاماكن المختلفه في الجمهوريه او مع طلبه الطب بره مصر او مع المؤسسات المختلفه، مجتمع مدني، مؤسسات حكوميه، مؤسسات دوليه، وكل ده هدفه ان احنا نعلي كفاءه طالب الطب، عشان في الاخر طالب الطب ده وهو طالب له دور مهم جدا لازم يكون مدركه في الوعي الطبي في المجتمع او الوعي الصحي في المجتمع، وله دور انه كمان كام سنه هيبقى مقدم رعايه صحيه، فلازم يكون فاهم كويس قوي قضايا المجتمع ومشاكلهم الصحيه عامله ازاي عشان يقدر يؤدي دور فعال في المجتمع بتاعه. طب شيماء قولي لي يا ترى انتوا عددكم كام وكام شخص بيبقى يعني فاعل معاكم في المشروعات والحاجات المشرفه قوي اللي بتقدموها؟ هو احنا بنقدر نوصل ل 80,000 طالب طب حوالين الجمهوريه كلها، منهم تقريبا يعني 12,000 اكتيف ممبرز موجودين جوه الجمعيه عندنا بيشتغلوا اكتيف في الكامبينز وفي الحاجات التوعويه اللي احنا بننزلها. طيب احنا كلنا طبعا مدركين لخطوره الزياده السكانيه والانفجار السكاني على كل خطط التنميه للدوله، لان ما يعني زي بالظبط ايه اللي بيحفر كده ويطلع البذره وهي لسه محتاجه تاخد وقتها علشان تطلع، وتبص تلاقي في الاخر المواطن المصري قاعد بيشتكي يقول لك انا مش حاسس باي تحسن، انا مش شايف، انا حالتي ما بتتحسنش، الدنيا بتغلى. طب ما هو احنا عمالين نخلف كتير ومعدل الخلفه بقى اعلى من انه نطول بالنا شويه على خطط التنميه ان هي تؤتي ثمارها. شايفين الموضوع ده ازاي او يتحل ازاي؟ لانه دي معضله كبيره وبقالها سنين طويله. انا ممكن اتكلم في ان احنا الاول كاتحاد عندنا اربع محاور اساسيه بنشتغل عليها. المحور الاولاني هو الصحه العامه، نتكلم فيه بقى عن الامراض الغير ساريه زي الضغط والسكر، الامراض المتنقله او المعديه زي مثلا الكوفيد اللي هو كان اهم حاجه بقى لنا سنتين بنتكلم عليها، الصحه النفسيه مثلا. عندنا محور تاني بيتكلم عن تطوير تعليم الطب، لانه احنا طلب الطب، فازاي طالب يكون فاهم في التنميه والتطوير، فاهم في البحث العلمي. عندنا محور عن المشاريع الانسانيه، ده بنتكلم فيه عن تقديم الرعايه الصحيه بدون وصم وبدون تمييز. والمحور الاخير واللي احنا هنتكلم عليه سبيسيفيكلي النهارده هو محور الصحه الانجابيه اللي هي شيماء المنسقه فيه. ممكن شيماء تدينا تفاصيل اكتر عن ليه احنا بنركز عن تنظيم الاسره وسط مشاريع كتير، من ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي، من ضمنها فيروس نقص المناعه البشري والايدز، من ضمنها صحه المراهقين، من ضمنها الصحه الانجابيه في المطلق، بس احنا دلوقتي بنركز بشكل خاص على تنظيم الاسره. طيب هو زي ما حضرتك قلتي فعلا التضخم السكاني ده بقى مشكله كبيره جدا موجوده، هي مشكله تنمويه بشكل كبير بس هي برضو بتاثر على الصحه بشكل خاص في المجتمع عندنا. يعني سرعه الانجاب او كثره الانجاب ديت حاجات بتعمل مضاعفات كتيره جدا على الام مثلا فتره الحمل ووقت الولاده، بتاثر على صحه الطفل، وزي ما حضرتك قلتي طبعا ليها تاثيرات اقتصاديه كبيره جدا. ان احنا بس الاغلبيه على فكره عارفين ده وما بيفرقش معاهم، لان الذهنيه بتاعتهم او وعيهم مرتبط بشقين، العادات والتقاليد، العزوه، انا عايز اجيب الولد او يغلبك بالمال اغلبيه بالعيال، اوكي. والناحيه الثانيه الدينيه اللي هي اصلا مش سليمه كمان، يعني دول متطرفين، مش يعني دي ما بيقولش كده، يقول لك لا ما حرام تحدد النسل وكل عيل بيجي برزقه. ف
فده تحدي كبير وفي وش اي علم واي بحث واي تطور يعني بتبقى واقفه كده زي الصخره ما اعرفش دي حلها ايه بصراحه. فانتوا بتتعاملوا مع القصه دي ازاي؟ هو عشان كده احنا التوعيه بتاعتنا مش بتشتغل بس في الجانب الطبي، يعني احنا بنوعي برضو بالجانب الطبي وبنقول ليه احسن ان احنا نعمل سبيسنج ما بين الاطفال علشان صحه الام وعشان صحه الطفل ذات نفسه، ان هو مهم يبقى ياخد القدر من الرعايه اللي هو محتاجه. بس في نفس الوقت احنا برضو بنتكلم في الحاجات العادات والتقاليد، وبنتكلم يعني الجزء الديني بيبقى دايما الكامبينز او حملات التوعيه دي بيبقى فيها رجال دين، واحنا دلوقتي بنتكلم في ان في تجديد للخطاب الديني موجود في مصر كمان، ودي حاجه مهمه جدا طبعا ان هي تبقى جزء من التوعيه ديت، لان زي ما حضرتك قلتي ده من المؤثرات الكبيره جدا على المجتمع. المجتمع مش هيسمع بس الجزء العلمي، لا هو كمان محتاج ان المفهومات المغلوطه اللي موجوده سواء كانت دينيه سواء كانت مجتمعيه سواء كانت علميه، ان احنا نكون كل المحاور دي بنشتغل عليها مش بس بنشتغل على جزء العلمي في الموضوع. طب لو تدونا فكره اكبر عن المنصه اللي تم تدشينها مؤخرا باسم بلطو ابيض، فقولوا لنا يعني ايه الفكره وجات لكم ازاي، يعني ايه الموضوع؟ طيب هي المنصة دي فكرتها جت طبعا يعني التدشين كان امبارح علشان النهاردة بنحتفل باليوم العالمي لتنظيم الأسرة. فكرة المنصة هتكون ان هي بلطو أبيض من أجل تنظيم الأسرة، يعني احنا كشباب الأطباء كطلبة الطب كأطباء عموما هنكون بنشتغل ان احنا نوعي المجتمع عن فكرة تنظيم الأسرة عن القضية السكانية، وده هيحصل بكذا طريقة. طبعا احنا بعد فترة الكوفيد اكتشفنا قد ايه السوشيال ميديا هي من الحاجات المؤثرة جدا والحاجات اللي طبعا فعلا تقدر توصل لناس كتير ونقدر فعلا نوعي الناس عن من خلالها. فبالتالي احنا هنبقى شغالين احنا بننزل بوستات توعوية برضو كامبينز يعني وكده. هنعمل اونلاين كامبينز ننزل بوستات، البوستات دي هتكون بتستهدف الشباب هتكون بتستهدف السيدات في وقت ال طب لو حد رد عليكم من اللي انتوا بتخاطبوهم قالك طب انت عندك كام اخ واخت؟ وانت عندك كام اخ واخت؟ انا عندي اخ واحد. اخ واحد انت بالسليم انت ايوه انت ماشيه بالسليم قولي لنا انت جايه. انا عندي اخ واخت. اخ واخت يعني يعني مثلا قصدي خالص يعني يقول لك مثلا طب ما انت مثلا عندك اخوات او انت ما فيش شيء يمنع ان احنا في فتره من الفترات ما كانش عندنا الوعي الكافي، وما فيش حاجه تمنع ان اهالينا ممكن يكون ما عندهمش الوسيله للمعلومه الصح وكانوا بيتصرفوا بشكل معين من كذا سنه. بس احنا دلوقتي عندنا معلومات وعندنا سبل لتوصيل المعلومه. صحيح. فاحنا بنحاول نغير العادات اللي كانت غلط. منصه بلطو ابيض هل هي جزء من مشروع كبير لافرع اخرى يعني؟ هي في دلوقتي توجه دوله او توجه رئاسي ان احنا نشتغل على تنظيم الاسره، وفي خطه على مدار الثلاث سنين اللي جايين. احنا بالتوازي مع الجهود الدوله او الجهود الرئاسيه دي احنا كمان عندنا خطه للثلاث سنين اللي جايين بحيث نكون بنوحد الجهود بتاعتنا. الخطه دي جزء منها مبادره بلطو ابيض لتنظيم الاسره اللي هي المنصه اللي شغاله اونلاين، لكن كمان احنا هنكون بنشتغل على الارض زي ما انا ذكرت. هي المبادره دي ما بين الاتحاد وبالتعاون مع مؤسسه مصر للصحه والتنميه. احنا عندنا في الاتحاد عندنا 28 فرع على مستوى الجمهوريه، فده هيساعدنا ان احنا ننزل حملات توعيه على الارض، نبتدي شباب الدكاتره ينزلوا يوعوا في المناطق الابعد، المناطق اللي ما عندهاش رعايه صحيه بشكل قوي زي القاهره زي اسكندريه او كده، وبالتالي الانجاب عندهم اكتر. بالظبط كده، وبالتالي الانجاب عندهم اكتر والفقر اكتر والتعليم اقل وعندهم كل المسببات اللي تخليهم اكتر ناس محتاجه للتوعيه على الارض. غير التوعيه هنحاول نكون بنقدم مطبوعات كتيبات صغيره تقدر تكون موجوده مع الدكاتره وهم بيعملوا توعيه، موجوده في مركز الصحه الصغير جدا اللي موجود في القريه، غير بقى الحملات الاونلاين. غير كده واهم من كده احنا كمان بنحاول ناخد خطوات ونبذل مجهود في انه القضيه السكانيه مش بس هتتعالج بتنميه وقتيه، احنا لازم ناخد منظور استراتيجي شويه للموضوع. لازم يكون جزء من المناهج، لازم نكون بنخاطب الاطفال كل واحد في سن المناسب عن الاسره وتكوين البيت وازاي الرعايه بالطفل والرعايه بالام. لازم مناهج الدكاتره احنا كطلبه في كليه الطب لازم يكون في حاجه واضحه جدا. ده اوريدي اتطبق ولا لسه هيتم تطبيقه؟ لا ده حاجه احنا بقى هنبذل مجهود ان احنا نقنع المسؤولين او ناخد جهود مع الدوله ان ده يتم تطبيقه بشكل قوي جدا في المناهج. طب احيانا في خلط بيحصل بين يعني تنظيم الاسره والصحه الانجابيه، فلو تقولوا لنا الفرق بين ده وده ايه؟ هي الصحه الانجابيه هي زي الكونسبت الكبير اللي بيشمل حاجات
مش بس تنظيم الأسرة، هو في حاجات كتير جدا في الصحة الإنجابية، زي مثلا الرعاية للأم والطفل وقت الحمل ووقت الولادة، الرعاية اللي الأم بتحتاجها بعد ما بتولد، والتوعية مثلا بالرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية، كل الحاجات اللي بتعدي بيها الأم في مرحلة الحمل والولادة. غير كده كمان برضو في التوعية بقى بالمواضيع المختلفة في الصحة الإنجابية، زي مثلا فكرة الفيروس نقص المناعة البشري والإيدز والكلام ده كله. يعني هو الصحة الإنجابية هي كونسبت كبير، منها تنظيم الأسرة، يعني تنظيم الأسرة هو بارت من الصحة الإنجابية. هل لازال المصاب بمرض الإيدز يعني عنده كده وصمة عار في داخل المجتمع المصري؟ أكيد، يعني دي مشكلة فعلا موجودة بشكل كبير عندنا في المجتمع، سواء يعني في المجتمع وسط الناس أو حتى في طب بتتداركوا ده إزاي؟ لأنه خلاص يعني ده من زمان قوي اتقال خلاص أنه هذا المرض يعني مش معدي، والمفروض أن مريض الإيدز ده يتعامل عادي ويتم إدمجه في المجتمع. وحصل كمان حاجات توعوية زي أفلام، كان في فيلم اللي هو أسماء زي ما قلنا بتاعين صبري. احنا عندنا مشروع في الاتحاد، عندنا مشروع قائم بذاته عن فيروس نقص المناعة البشري والإيدز. المشروع ده احنا بنشتغل فيه على كذا محور، جزء منهم وجزء أساسي هو توعية الأطباء، لأنه هو ده الناس اللي احنا مسؤولين عنهم. ما ينفعش يطلع طبيب يكون درس 6 سنين في كليه الطب ويجي له مريض ويرفض انه يعالجه، لانه هو كطبيب لا عنده وصمه. ده بيحصل فعلا؟ بيحصل طبعا في اماكن بعيده، لانه التعليم والتوعيه في فكره الوصمه طبعا لسه محتاج مجهودات. بس ان الدكتور يطلع منه ده عشان كده احنا بنركز جهودنا على ده. احنا بنركز جهودنا على تقديم الرعايه الصحيه بشكل خالي من الوصمه لكل الناس، مش بس بقى المصاب بالايدز، كل الفئات اللي ممكن يكون في وصمه تجاهها بنشتغل على ده. احنا في الكوره بنشوف نسبه يعني زي زياده كبيره في يعني في التعداد طبعا وفي الخلفه وكده عن هنا وعن الاماكن يعني المدن يعني، فشايفين ده ازاي وشايفين تاثيره ايه؟ هو ده زي ما منى كده اتكلمت قبل كده، ان في مناطق معينه في مصر هي حتى المستويات التعليميه فيها مش اكتر حاجه، مش مناطق مش عارفين نوصل لها الموارد الكافيه ان هم يقدروا يعملوا تنظيم الاسره، مش عارفين نوصل لها التوعيه الكافيه ان هم يبقى عندهم المعلومات اللي يقدروا على اساسها ياخدوا قرارات تاثر على اسرتهم او تاثر على صحتهم. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نكون بنركز جهودنا، وده فعلا جزء من الاستراتيجيه الوطنيه للسكان، ان هي هتركز بشكل كبير قوي على مثلا المحافظات في الصعيد اللي هي فيها تضخم سكاني بشكل كبير، ان هيبداوا يوفروا لهم وسائل منع حمل ببلاش بحيث ان هو يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لهم، هيبداوا يبقى في حملات توعيه بشكل مكثف جدا موجود في الاماكن ديت، الوحدات الصحيه تبتدي ان هي تتطور في الاماكن دي، ويبقى الاطباء هناك مدربين بشكل كبير ان هم يقدروا يقدموا الخدمه المناسبه. وده برضو بارت مهم جدا من المبادره بتاعتنا، ان احنا مش بس بنشتغل على توعيه الناس، بس كمان بنشتغل على توعيه الاطباء وتوعيه طلاب الطب اللي هم في يوم من الايام هم اصلا هيبقوا شباب مقبلين على الزواج. فبالتالي دي توعيه ليهم هم دي في حياتهم. اصل لو الطبيب ما عندوش توعيه يبقى نعذر الناس بقى اللي اتعلمت ولا تشافت ولا عرفت. الطبيب يعني جزء من المجتمع. بالزبط. يعني الطبيب بالزبط بيتعرض لنفس الافكار المغلوطه والمفاهيم المغلوطه الموجوده في المجتمع. طب فمهم في القرى والنجوع الفلاحين بيبقى عندهم وجهه نظر في كثره الخلفه كمان، انه بيبقى عنده حته ارض ومحتاج يبقى عنده العزوه زي ما بنقول عشان يشيلوا معاه رعايه الارض والحرث، فهي ساعات بيكون وساعات بيكون مثلا التفكير اللي هو يعني عشان ولاده يساعدوه مش بس الارض يعني علشان هو بيحب يحس بزي لما حواليه وبيت مليان ناس وكده. بالظبط. فدي يعني المحور ده تحديدا بتناقشوه معاهم ازاي؟ لانه هو في الاخر يعني في الاخر هو ليه حياته اليوميه، التحديات اللي بتقابله بشكل يومي. الوعي كله مرتبط ببعض. لازم الناس تكون مدركة انه مش بكثرة العدد ولكن بقيمة البني آدم. انا لو خلفت 2-3 واستثمرت فيهم كويس جدا، استثمرت فيهم في التعليم وفهمتهم مثلا انه انت ليك دور في ان انت تاخد تعليمك، وليك دور ان انت تساعد الاسره، وليك دور مع والدك في الارض، وادوارك المختلفه كبني ادم فعال في المجتمع. فبدل ما انا كان عندي 4 كل حد مش مدرك دوره وبيعمل دور صغير او ضئيل، لا انا بس بفهم الاسره ان ازاي اطلع بني ادم متكامل قادر يشارك بشكل ايجابي، ولا هو عبء عليك كاسره ولا هو عبء على الدوله انها بتصرف في تعليمه. مثلا في مبادره 2 كفاية
كفايه فيتجوز ستتين ويخلف اتنين من كل واحده. يقول لك انا التزمت بالمبادره اتنين كفايه دي ولا مش اتنين كفايه. دايما برضو مهم ان احنا مش بنفرض على الناس عدد على قد ما بنفهم الناس مفهوم ان هو مش بالكتره ولكن هو بالقيمه البشريه. فاحنا مش بنقول لهم خلفوا اتنين وهو ده صح يعني مش بنجيبها كده لان طبعا التغيير مش بيحصل في يوم وليله. بس من وجهه نظركم بتفسروا بايه انه بقى في اهتمام عالمي ده مش بس في مصر داخل مصر كل يعني كل العالم بيتكلم على ملف الانفجار السكاني وان احنا بقينا اكتر من 7 مليار بني ادم في الكوكب. فبتفسروا ده بايه انه القصه بقت كمان للعالم كله يعني موارد الكره الارضيه عليها مجموعه من الموارد ومجموعه من البني ادمين. طول ما البني ادمين بتكتر طول ما الموارد بتقل بعد شويه مش هيبقى عندنا موارد. فاحنا لازم نكون واعيين جدا احنا بنستنزف الموارد الكره الارضيه دي بسرعه عامله ازاي وكمان كام سنه هيكون مردوده عامل ازاي. الحاجات كلها متشبكه يعني مثلا ما ينفعش نكون مش مدركين ان التغير المناخي جزء منه مرتبط بالقضيه السكانيه. والتغير المناخي ده يعني لو شد علينا كمان كام سنه كلنا هنموت بهذه البساطه. فالقضايا كلها مرتبطه ببعض والتنميه عشان كده في اهداف التنميه المستدامه اللي هو الانسان جاب اجل الكوكب خلاص عشان كده على اكمل وجه. اهداف التنميه المستدامه كلها مرتبطه ببعض وكلها بشكل او باخر بتصب في الثانيه. الهدف الثالث بتاع الصحه مرتبط بالهدف بتاع المناخ مرتبط بالهدف بتاع التطوير المعماري صحيح. مرتبط بالاهداف كلها لازم كلهم يكونوا بياخدوا خطوات مع بعض لقدام عشان نقدر نوصل للاستدامه اللي احنا عايزين نحققها. صحيح. الحقيقه بنشكركم شكرا جزيلا انتوا نورتونا واحنا شخصيا او انا شخصيا استفدت منكم النهارده. بشكركم منة الله زهني رئيسه الاتحاد الدولي للجمعيات طلاب الطب في مصر وشيماء عادل المسؤول الوطني عن لجنه الصحه الانجابيه والايدز بجامعه طلاب الطب في مصر. شكرا جزيلا ليكم. خلصت مشاهدينا خلصت حلقتنا. استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الورد.